احفظ في ورق فويل زي كده واحطه في ورق الفويل واحطه بردك فين في التلاجة، اشيل في الفريزر اشيل من تحت واخد اللي انا عايزاه واسخن. يلا السلام عليكم. اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عاملين ايه؟ كويسين. دول هنعمل معانا عجينه، هنعمل معانا عجينه تنفع لجميع الاغراض، بيتزا كرواسون باتيه عيش فينو، كل الحاجات دي. نبتدي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. دي معلقه قشطه اللي هي بتاعت اللبن ونص كوبايه لبن مع واحده زبادي. العجينه حلوه قوي يا جماعه وهتبقى حلوه وطريه وناعمه وجميله جدا. نحط عليها 3 دقيق 4 دقيق من نفس المقدار اللي احنا شايفينه اهو معانا. ادي اول كوبايه. بسم الله الرحمن الرحيم. الايد الثانيه. ايوه تانية. ثالثة. 4 كوبايات معانا. أربعة معانا هم. بنقلبهم بعدين هنرجع لكم تاني، هنقلبهم مع بعض وهنحط حوش كمان بالمره الزيت عشان يبقى هي كلها بتتعجن مع بعض. مقدار الزيت ده شويه زيت مش كتير، حبه صغيرين كده زي ما احنا شايفينه. بس شويه الزيت دول يا جماعه بيطلعوا نص فنجان، لو عايزين معيار هيبقى نص فنجان او نص المقدار بتاع واحده من الدقيق حسب ما انتوا بالعيار. بس هنعجنهم مع بعض، كل ده يلزم الشرب، الحاجه كلها تتشرب مع بعض وهنرجع لكم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا لكم تاني يا جماعه. هنا معانا الخميره، باكو خميره وخمر زي ما احنا شايفينها اهي. وهنعملها برضو نعجنها، احنا عجناها في الاول وهنعجنها تاني. كل ما نزود حاجة بنعجنها تاني. ولو احتاجت دقيق احنا محضرين الدقيق اهو جنب كل مننا، حاجة موجودة على اساس لو احتاجنا دقيق هنعجنهم ونرجع لكم تاني. يا جماعة بنكمل عجين، حطينا الخميرة وبنكمل عجين وبردك هنبتدي نعجن اهو. ولو عايز مننا دقيق بنزود دقيق، بس الاول بنعجن شوية وبعد كده ان شاء الله يعني هنرجع لكم تاني. يا جماعة هي بنعجن فيها بردك لغاية لما ايه هوريكم الاختبار بتاع العجينة بيبقى عامل ازاي. مع العجينة بعد ما اتعجنت نختبرها بقى ازاي، نمسك كده ونشوف ونشوفها كده ما بتقطعتش معانا يبقى احنا ايه العجينه بتاعتنا كويسه. حسيتوا انها اتقطعت معاكم ارجعوا تاني عجنوا تاني وكده خلاص. ادي يا جماعه العجينه هي خمرت وبعد كده طبعا هنقطعها كور صغيره وهنوريها لكم تاني ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني يا حبايبنا. ادي بعد ما شفتوا معانا العجينه من البدايه للنهايه ادينا قطعناها وعملناها كور، وباذن الله هتشوفوا معانا بقيه الحشوات وبقيه كل شيء مع بعض كده خطوه خطوه. يا جماعه دي هنفرد عشان هنعمل بيتزا رول. بسم الله. يا جماعة بعد ما فردنا العجينة اهي بنحط الحشو فيها كده. دي على فكرة حشوة بيتزا رول او سويس رول البيتزا.
الحشو عبارة عن كل الحاجات البواقي بصراحة اللي كانت عندنا في التلاجة، لانشو، سوسيس، سبعين كده صدوق من الناشف، شوية جبنات كانت موجودة عندنا، فلفل أحمر، فلفل أصفر ألوان، أجي كل اللي موجود ده على فكرة بواقي، وزيتون ده بواقي الحاجات اللي موجودة عندنا. هنحط بقى الزيتون، نحط الزيتون، شوية فلفل أسود، مش باكل كده بسيط تاني. ثانية جماعة، اهوت عملناها طبعا رول بالحشوات اللي انتوا شفتوها، فنهم كده على بعض وتقفلوه كويس اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقيس بقى ازاي عشان نقطع، يلا ثلاث صوابع ونقطع هنا، نقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. سيبيه من دلوقتي، حطي قطعي وبعدين هنحط في الاخر. عشان يبقى كله يا جماعة زي بعض، ثلاث صوابع وقطعوا، ثلاث صوابع وقطعوا، عايزين اقل شوية بس هو هي كده حلو. وهنرجع لكم تاني. اجي يا جماعة البيتزات اهيت، هنعمل مع بعض. هاتش ايدك بقى، نعمل واحدة كده اهيت ونطبطب عليه كده بسيط. ايوه بس نكمل، عايزي زي ما انتوا شايفين كده، هندخلهم طبعا تخمر، سيبها تخمر شويه وبعد كده نرجعها تاني الفرن، ولما نحطها في الفرن هنرجع لكم تاني. ده لسه ما عملتش حاجه، ثانيه واحده، حطش كانك بتحطش ده، انا تريني بصور ايه، مش بصور حاجه. ده يلا يلا دوت، ادي دوت باللبن، بنحط لبن وبيضه يا جماعه، وبنرش من فوق الوش كده بالفرشه، نحط عليهم بس كده، ونرجع لكم تاني بعد ما نخلص. حبة البركة بنحطهم عشان بيبقى زي كأنه الشغل الجاهز بره. البيتزا دي طبعا الصغيرة الميني ديت بتبقى حلوة قوي، اللي بتلم الباقي الجبن بقى كلها اللي في التلاجة. بنعمله زي سويس رول كده، بنقفل عليها ونبرم ونحطه ونقطع في الآخر. ده في النهاية ده للمدارس، بينفع للساندوتشات تتاخد كده في الشغل، لو حد عايز الشغل، حد عايز المدرسة، نفطر نتعشى زي ما انتوا عايزين، وبنتغدى كمان. يا جماعة ده اللي احنا كنا مقطعينه صغير صغير كده كور، طبعا ده هنعمل ايه دلوقتي، هنفرده عشان خاطر هنعمل كذا كله مفروض، وبعد كده هنحطهم فوق بعض، وما بين كل واحدة في حتة زبدة صغيرة عشان هنعمل الكرواسون والباتيه. نبتدي ده هنفرد كده وبعدين هنرجع لكم تاني. اجي بنفرد اول واحدة، وبنحط اول واحدة بنحط بينها ايه، طبعا في التحت ما بنحطش حاجة، لكن في بعد كده بنحط ايه الزبدة صغير، مش لازم كتير كده، حاجات كده ايه، المفروض طبعا هي بتبقى ايه سايحة، الزبدة سايحة، هي دلوقتي هتسيح عموما. نحط التانية وراها، تبقى التانية بعديها اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط وراها بردك سمنة زبدة يعني، وهكذا بقى بنكمل كده وهكذا، وبعد كده هنرجع لكم تاني. بعد الكرواسون وبعد كده دي العجينة فردناها طبعا بعد ما هي زي العجينة ديت، حطيناها كده وان شاء الله هنفردها بردك، ودي هنعملها باتيه. دوت هنعمل كرواسون، بنقطعها على ثلاث قطع، افردها كويس وبعدين نقطعها على ثلاث قطع. بعد ما اقطعها على ثلاث قطع ببتدي الف، احط الحشوات اللي انا عايزه احطها، وعايزه احطها ساده زي ما انا عايزه، واجي الشكل اللي بتاع العجينه بعد ما قطعناها. هنرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني يا جماعه، ادي العجينه الكرواسون كلها اتحشت قدامكم كده زي ما انتم شفتوها معانا، والباتيه معانا، وده الشكل اهي، ده الشكل بتاعهم النهائي، وهيخش الفرن.
وفي كمان اللي هي بواقي العجينة. يخمروا شوية بعدين نخش الفرن. بواقي العجينة اهو بنعملها كده، بناخدها بنبرمها بقية العجينة بتنسلي. وبنلفها دوايه كده، باتون سري صغير وعليه حتة جبنة جبنة مبشورة وبركة والسمسم السمسم وحبة البركة. وحبة البركة. يعني المهم في العجينة بتنفع لكل الأغراض، في عيش فينو بتنفع، عيش كرواسون بتنفع، بيتزا بتنفع، كل حاجة بتنفع. يا جماعه البيتزات والحاجات طلعت من الفرن اهي كلها، ادي دوت الباتيه على والكرواسون الشوكولاته، وادي البيتزا الرول سويس رول، وادي الكحك اللي هي اللي عاملين باتون سليم، وادي البواقي برضه الباتيه كرواسون. الكميه ديت طلعت كل دوت طول الحاجات ديت اهي، حلو قوي. طب طبعا طعمها حلو، واجي الباتيه بيبقى عامل زي السمزه الفطير اساسا، فيها بتاع ده هو المورقه بتبقى زي مورقه. اجي اهي بقطع لكم حته، بصوا التوريقه بيبقى كله مورق كده اهي، حلو قوي. واجي العجينة كلها قدامكم، واجي دوت ده لسه طالع من الفرن لسه سخن، الكحك اهي وجبنة وجبنة جميل اوي. بصوا يا جماعة يا حبايبي الكرواسون اللي هو بالشوكولاتة اللي احنا شفناه قبل كده معانا، بصوا هاتيها كده على جنب اهو عشان تبان. لا من بص الشوكولاتة جميلة ازاي جواها اهي، جميلة وسايحة. حط في الفرن، الحاجات دي بتحط في التلاجة في علبة مش في الفريزر، في علبة كده تحت اكلها بقى انا بقى يا جماعة ماشي، محتفظة كده بطعمتها وجمالها وتفضل طرية لغاية ما نيجي ناكلها. بس مسخنوها في الفرن يا جماعة تبقى حلوة قوي، تطلع. هقول لكم على نوع الشوكولاتة طبعا اللي انا كنت حطاه دوت، ده نوع شوكولاتة اللي هو كادبري. بص الكرواسون مورق ازاي، واسمه تاني يوم اهو بيسخن. بتعملوا بقى كرواسون صغير وكرواسون كبير زي ما انتوا عايزين. والعجينة انتوا عارفينها عملناها مع بعض قبل كده، هنقول لكم عليها، هنزل لكم فيديو اهي اهي. الشوكولاتة جميلة، اتفضلوا معانا. ده يا جماعه الحاجات اللي احنا هنحفظها في الثلاجه ونطلع منها ونسخن، في علبه اهي عادي، علبه بلاستيك عادي اهي، بس طبعا بلاستيك مش كويس. البواقي اهي الكرواسون والباتيه والكحك الباتون سيلي، كل الحاجات دي زائد بقى يا احفظ كده يا هحفظ في ورق فويل زي كده، واحطه في ورق الفويل واحطه بردك فين في التلج، اشيل في الفريزر اشيل من تحت، واخد اللي انا عايزاه واسخن، واسخن اللي انا عايزاه على قد ايه اللي انا عايزاه. السلام عليكم.